نحن الآن متواجدون وسط مدينة الباب وتحديدا في ساحة مسجد الفاتح في وقفة تضامنية نظمتها رابطة مهجري تدمر. هذه الوقفة هي تضامنية مع أهالي مخيم الركبان. معنا أحد المنظمين لهذه الوقفة يتحدث لنا عن أهم مطالب هذه الوقفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك يا أخي. يا أخي احنا جايين هون واقفين وقفة تضامنية مع أهلنا في مخيم الركبان، المخيم المنسي، المخيم المحاصر الذي لا يوجد لا ماء ولا دواء ولا غذاء. تقريبا فيه 8000 عائلة موجودة محاصرين من كل الجهات، من قوات النظام وقوات التحالف الأمريكي والقوات الأردنية. مخيم في البادية، لا يوجد ماء، لا يوجد غذاء، لا يوجد دواء، لا يوجد شيء من مقومات الحياة. نطالب من جميع المنظمات الإنسانية والدول العربية والدول الصديقة والدول الإسلامية أن يقدموا كل الدعم إذا إلى هذا المخيم أو نقلهم إلى الشمال السوري. ولكم جزيل الشكر. طبعا هذه الوقفات أتت بعد مناشدات من قبل مخيم الركبان للأهالي القاطنين في الشمال السوري المحرر. هذا المخيم الذي يحاصر أو حوصر من قبل سلطة الأسد والميليشيات الإيرانية، والذي يوجد في المثلث الواقع على الحدود السورية الأردنية العراقية. هذا المخيم يحوي أكثر من 8000 شخص محاصرين بشكل كامل، وتم قطع عنهم كل مقومات الحياة. من داخل مدينة الباب، سراج الشامي، قناة حلب اليوم.